أكد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن وجود مستشارين من التحالف الدولي هو من أجل التدريب والتسليح والتجهيز، وقال رسول أن القوات العراقية تتبادل مع مستشاري التحالف الدولي بعض المعلومات الاستخباراتية، مشيرا إلى أن قيادة العمليات المشتركة تتطلب أحيانا من التحالف الدولي استهداف بعض الأماكن. من جانبه قال الناطق باسم التحالف الدولي في العراق العقيد مايلز كيكينز أن القوة التابعة للتحالف متمثلة بمستشارين ومدربين من أجل دعم القوات الأمنية العراقية، وهي تقدم الدعم اللوجستي الذي تطلبه الحكومة، مؤكدا أن التحالف الدولي ليس لديه قوات تقوم بعمليات قتالية خارج القواعد.